تجارب دوليا فما زوز نماذج. فما نموذج الأنظمة الاستبدادية اللي عادة ما تكون السلطة التنفيذية هي المشرفة على قطاع الإعلام، يا تكون وزارة إعلام وإلا وزارة اتصال وإلا وزارة الداخلية وإلا القصر، مثل ما كان خلال يعني العهد الاستبدادي كانت فما قصر كارتاج مباشرة من خلال المستشار الإعلامي، وإلا وزارة الاتصال فما اتصال مباشر وسيطر على وسائل الإعلام، سواء كان في إعطاء الرخص سواء كان في تحديد يعني مواقع تدخل وسائل الإعلام هذه أو غيرها. فما هذا النموذج الاستبدادي، فما النماذج الديمقراطية. فالنماذج الديمقراطية فما حاجتين، الإعلام هو سلطة كبقية السلطات، لذلك تخضع وسائل الإعلام إلى مسألتين: مسألة التعديل في الوسائل الجماهيرية اللي هي تخضع لترخيص ولذبذبات اللي هي ملك عمومي، الإذاعات والتلفزيونات هي تستعمل ذبذبات هي ملك العموم ملك الدولة، وهذه الذبذبات هي تقدم من خلالها خدمة، لذلك يجب أن تخضع هذه الخدمة لمقاييس معينة. هذا بالنسبة للتعديل. هناك وسائل أخرى اللي هي عادة وسائل يعني الصحافة المكتوبة ويعني أو الصحافة الإلكترونية، وهي لا تستعمل يعني ذبذبات عمومية، هي لا تربطها بالسلطات العمومية كراسات شروق ولا عقد من أي نوع كان، وهي أيضا حتى بالجمهور يعني وسائل الإعلام السمعي البصري هي التي تذهب إلى الجمهور، يعني أنت في منزلك في سيارتك تأتي وسيلة الإعلام السمعي البصرية، بينما أنا حينما أتحدث عن صحيفة عادة ما أذهب ويعني أدفع ثمن كأني أشتري كتاب مقابل أن أتلقى صحيفة أنا أعرف مسبقاً ما هو خطها التحريري، أعرف مسبقاً ما هو محتواها تقريباً، أو أذهب إلى موقع إلكتروني أو غيره. لذلك يعني في علاقة بهذه الوسائل عادة ما تطرح ليس لعقود مع السلطات العمومية وإنما للتعديل الذاتي للتنظيم الداخلي، لكن بشكل عام عادة ما تطرح من يحدد أخلاقية المهنة. وإذا كان الهيئة التعديلية لانستانس دو ريغولاسيون اللي هي الهيكل في تونس تتدخل من خلال عقد بينها وبين المؤسسات وليس بين لا تتدخل في المحتوى وليس بينها وبين الصحفي وبين المؤسسة كراسات شروط، من يحاسب يسأل الصحفي؟ هذا من ناحية. ومن يقيم المحتوى ويقول أن هذا المحتوى في مس بأخلاق المهنة أو لا؟ من يقيم المحتوى في وسائل الإعلام المكتوبة؟ هذه الأسئلة تطرح. لذلك في الأنظمة الديمقراطية كانت هناك مجالس للصحافة هي التي تحمي الجمهور من تعسف الصحافة. آليات عمل مجلس الصحافة، هو في الحقيقة مجلس الصحافة هو كما أسلفت من البداية أنه هو هيئة للتعديل الذاتي، وهو هيئة طوعية تشكلت بشكل طوعي بين في البداية بشكل أساسي بين ممثلي الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام وممثلي الجمهور من أجل ممارسة إعلامية تحمي حرية الصحافة ولكن في نفس الوقت تحمي الجمهور، أي أنه لن تكون لديها آليات عقابية ورقابية. الهيكا يمكن أن تتدخل لإيقاف برنامج لمعاقبة قناة تلفزية، بينما مجلس الصحافة هو للتأكيد على ممارسات جيدة، هو لربما أقصى ما يفعله مجلس الصحافة هو تقارير للتشهير بمن انتهكوا وبمن عادوا للانتهاكات. مجلس الصحافة سيكون عنده دور بيداغوجي أكثر، دور مرافقة، لكن أيضا إحنا بما أنه الواقع التونسي والثقافة العامة وهي ثقافة غير ملائمة كثيرا لقيم الأخلاقيات، فإنه أعطينا بعض الصلاحات غير مباشرة لمجلس الصحافة، مثلا فيما يتعلق بالإشهار العمومي. الإشهار العمومي وضعت الآن نحن بصدد إعادة تنظيم الإشهار العمومي وإعادة تنظيم توزيعه، ووضعت مجموعة من الشروط، من هذه الشروط مثلا دفع ضرائب، احترام حقوق العاملين وتطبيق قوانين الشغل، وأيضا احترام أخلاقية المهنة. وقلنا مجلس الصحافة هو المرجعية لتحديد من يحترم أخلاقية المهنة، ومجلس الصحافة سيحدد قائمة بأسماء وسائل الإعلام التي لا تحترم أخلاقية المهنة سنويا، وهذه تمنع وجوبا من الإشهار العمومي. هناك مسألة أخرى، هناك دعم للدعم عمومي، دعم للدولة أو في الحقيقة هو دعم لدافع ضرائب لبعض وسائل الإعلام سواء كان السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة، من خلال ما تم الإعلان عنه مؤخرا أنه سيتم التخفيض في ربط بعض الإذاعات الصغرى والتي تعاني صعوبات مالية أو بعض التلفزيونات التي تعاني صعوبات مالية. ولكن مجلس الصحافة سيحدد قائمة وتكون من أحدى شروط الانتفاع بهذه الامتيازات أنه احترام
أخلاقيات المهنة واحترام قيم حقوق الإنسان. كان نقاش من البداية مجلس الصحافة أنه تكون فقط مجرد تجمع بين أصحاب المؤسسات الإعلامية وممثلي الصحفيين، وكان هذا المنطلق وكان هذا النقاش. ولكن طرح مسألة أساسية من أجل لا يكون مجلس الصحافة هو تجمع لمصالح بين طرفين مهنيين ودفاع عن المهنية أو الكوربوراتيزم، عن القطاعية. لذلك كان مهم جدا أنه يكون هناك طرف ثالث وهو طرف مثل الجمهور، وكبداية هي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باعتبار هذه المنظمة لها رصيد نضالي وتاريخي في الدفاع عن حرية الإعلام والحريات بشكل عام وعن الحقوق، وباعتبار أيضا أنه حينما نتحدث عن أخلاقيات المهنة هي مرتبطة ارتباط عضوي بقيم حقوق الإنسان، سواء كان العنصرية، حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق الأقليات أو غيرها من القيم، وهي مرتبطة بشكل عام. الآن من المهم جدا أنه مجلس الصحافة يضع في اعتباره أنه ليس وجوده ليس من أجل خدمة مصالح مهنية أو مادية للعاملين في مجال الصحافة، هو ليس منظمة نقابية للدفاع عن أو لمقاومة هشاشة التشغيل، وهي قضية مهمة وقضية أساسية، ولكن هناك أطراف نقابية، هناك نقابة صحفيين، هناك نقابة الإعلام، هناك غيرها من الأطراف التي تقاوم هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام مثلا. ولكن مجلس الصحافة حينما يصدر تقارير يؤكد على أنه مثلا في تقاريره أنه ارتباط الفساد الإعلامي مرتبط بشكل أساسي بهشاشة التشغيل، من المهم جدا أنه مجلس الصحافة أيضا يتحدث هذا الفساد الإعلامي. في اعتقادي أنه الفساد الإعلامي بمفهومه العام، الفساد فيما يتعلق بغياب الشفافية في التمويل وظهور المال الفاسد في التمويل واللوبيات المالية ودورها في توجيه وسائل الإعلام، هذا من ناحية، ولكن أيضا من ناحية أخرى الصحفيين وربما تورط الصحفيين فيما يتعلق بالفساد الإعلامي بالرشوة، يعني التوجيه الإعلامي بخدمة مصالح، بعض مصالح اللوبيات سواء كان لوبيات سياسية أو لوبيات مالية أو غيرها. هذا دور مجلس الصحافة. مجلس الصحافة في اعتقادي هو معناها لونج غارديان أو ميشيان غارديان كما يقولوا لحرية الصحافة ولقيم، في الحقيقة هو المرجعية لقيم حرية الصحافة وقيم التنوع والتعددية. بالنسبة لأعضاء مجلس الصحافة سواء كان الهيئة الوقتية التي تأسست الآن وأيضا بالنسبة في المستقبل، لن تؤسس المنظمات سواء كان المنظمات النقابية أو الهيئات من داخلها من مكاتبها أنه لن ترشح أعضاء ليكونوا ممثلين في مجلس الصحافة، وأن مجلس الصحافة سيكون هيئة مستقلة بحق متكونة من شخصيات تقترحها هذه المنظمات ووفق شروط معينة، شروط الاستقلالية، شروط النزاهة، أن يكون للشخص تاريخ في الدفاع عن حرية الصحافة، وأن لا يكون قد تورط في جرم أو تورط في عمل أخلاقي وغيره. إذن يعني أنه ستكون هناك هيئة مستقلة تماماً عن نقابة الصحفيين، عن جميع تدريس الصحف، عن الرابطة، عن غيرها من المنظمات، وهذه الهيئة ستعمل على أنه ستعالج يعني هذه الإشكاليات التي تطرح، سواء كان خلافات بين الجمهور ووسائل الإعلام أو بين الصحفيين ومالكي وسائل الإعلام، يعني ستطرح أو ستناقش وستفاوض وستحل هذه الإشكاليات بغض النظر عن يعني انتمائها إلى هذه المنظمات. مهم جدا أن نراعي في تركيبة مجلس الصحافة أن نراعي أول شيء الأجيال، أجيال الصحفيين، أن نراعي النوع الاجتماعي، وأن نراعي أيضا تمثيلية النوع وسائل الإعلام، سواء كانت وسائل الإعلام أن تكون وسائل الإعلام سمعية بصرية، صحافة مكتوبة سواء كانت إلكترونية أو مطبوعة، ولكن أيضا أن نراعي امتداد وسائل الإعلام عمومي خاص، أيضا جهوي محلي جمعياتي وغيرها، هذا يعني سيتم مراعاته في مجلس الصحافة. ولكن ما تم الآن في الحقيقة الهيئة الوقتية التي ستنجز أو ستضع الأرضية لمجلس الصحافة سواء كان من ميثاق أخلاقي
أو من نظام داخلي لعمل مجلس الصحافة، آليات مجلس الصحافة. يعني هذه الهيئة المؤقتة في الحقيقة هي ستوجد الآليات وستوجد البنية الأساسية التي يرتكز عليها يعني مجلس الصحافة. تم اختيار ربما شخصيات، أول شيء هو في أغلبها شخصيات يعني في نهاية يعني مسارها المهني، أو هذه الشخصيات مشهود لها بالمهنية وبالاستقلالية. وأيضا يعني ربما هما بروفايلات دي بروفيل اللي هما يمكن قادرين على العمل إنه تابعوا مجلس الصحافة منذ النقاش الأول، وهما قادروا باش يضعوا يعني الأسس. وبعد ذلك في اعتقادي أنه أول مجلس الصحافة يجب أن يراعي يعني كل هذه التمثيلية. في تجارب مجلس الصحافة، مجلس الصحافة لا يتدخل في هو لا يتدخل في لا في هذا الاستشار ولا في ذاك. وخلينا نكون واضحين، حتى في الإشار العمومي مجلس الصحافة ليس هو ليس جهة توزع الإشار العمومي، ولكن هو جهة عنده يعني دروغار، هو يراقب مدى احترام مقاييس، وهو أيضا جهة مرجعية ريفيرونس، جهة مرجعية فيما يتعلق بأخلاقية المهنة. ولكن أنا في اعتقادي اليوم أنه مسألة الاستشهار هي مسألة أساسية. اليوم بعض يعني شركات الاستشهار تحولت إلى تهديد حقيقي لوسائل الإعلام. يعني اليوم نعرف أنه ربما بنك معين أو شركة معينة قد تتدخل لدى صحيفة أو لدى موقع إلكتروني من أجل سحب مقال، من أجل منع الكتابة بطريقة معينة، من أجل التأثير على المحتوى التحريري. شركات الإشهار أصبحت والمستشارين أصبحوا يهددون المحتوى الإعلام ويهددون حرية الصحافة. لذلك في اعتقادي أنه هذه من القضايا اللي يجب أن تطرح للنقاش في مجلس الصحافة. الهيئة الوقتية الآن عندها كثير من الملفات، معناها أول شيء الهيئة الوقتية احنا ننتظر إلى حد الآن أن السلطات العمومية، مجلس الصحافة سيكون هيئة عمومية تقدم، هو ليس منظمة يعني هيئة تعديلية محدثة بقانون، ولكن في نفس الوقت ليس مجرد جمعية، هو جاء بين الصيغتين، وهو يقدم خدمة للعموم، ويجب أن يكون يتمتع بالدعم العمومي، دعم دافع ضرائب. لا أعتقد أن الحكومة ستكون سعيدة جدا بمثل ما هكذا مجلس، لأنه سيضع بعض حد لتدخلاتها فيما يتعلق بقطاع الإعلام، لن يترك مجال التعلل بالأخطاء وبالانتهاكات أخلاقية المهنة والانتهاكات المهنية من أجل أن تتدخل السلطة. وفي اعتقادي يجب أن تسارع السلطات العمومية بتوفير الإمكانيات التي يحتاجها مجلس الصحافة، اللي هو المقر، اللي هي ميزانية أولية في قانون مجلس الصحافة، تمويله بنسبة النصف هو تمويل عمومي. سنرى إلى أي حد أنه الحكومة إلى حد الآن لم تقم بأي رد فعل، لم تقل حتى أن يعني لاحظنا أنه منظمات دولية عديدة رحبت بإطلاق مجلس الصحافة في تونس، هو أول مجلس مستقل كما عبرت عن ذلك عديد المنظمات الدولية في المنطقة العربية وفي إفريقيا. كثير من المنظمات الأممية والدولية اللي عبرت عن ترحيبها بهذا المجلس، ولكن هناك صمت يطرح نقطة استفهام من الحكومة. الحكومة يعني لم تعبر حتى عن ترحيبها بهذا المجلس، لم تقم ولم تصرح ولم تقل أنها ستوفر كل الإمكانيات التي يحتاجها هذا المجلس. هناك صمت، لا نتخلى أنه هذا لا أتمنى أن يكون هذا الصمت نابع من انزعاج، من هروب حرية الصحافة أو من هروب وسائل الإعلام من يد السلطة، لا أتمنى ذلك. في جزء منه لأنه هو نصف تمويل وسيكون من التمويل العمومي، أكيد لن يكون بمساعدة السلطات العمومية، لن يكون قادرا على أداء دوره. الهيئة الوقتية الآن ستشتغل بين 6 و 9 أشهر من أجل أعداد الـ كما قلت الآليات وأعداد الميثاق الأخلاقي وأعداد أيضا النظام الداخلي وكثير آليات التحكيم وغيرها من والمصالحة، الآليات داخل المجلس وإلى حين إطلاق المجلس الصحافة.
في اعتقادي أنه يجب الانتظار إلى حين تركيز المجلس بشكل دائم وأعطاه فرصة معينة ثم بعد ذلك تقييمه، ولكن في اعتقادي أنا يجب أن هذا المجلس سواء كان في تجربته المؤقتة الحالية هيئته الوقتية أو في تجربته بعد ذلك اللاحقة يجب أن يحظى بدعم كبير، دعم من المجتمع المدني، دعم من المدافعين عن حرية الإعلام، دعم من المنظمات الحقوقية، لأنه هذا المجلس هو نجح بشكل كبير جدا في الأنظمة الديمقراطية وهو كان صمام أمان من أجل حماية حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام.